اخر ميك اب خالص كان قطه وحسيت ان انا احبط، فبعدين فكرت اللي هو طب انا ليه ما انزلش بالميك اب ده الشارع من غير ما اسال حد، انا همشي واشوف رده فعلهم هتبسطني وتخليني اكمل. نزلت الشارع بصراحة أول حاجة كنت قلقانة جدا وكنت متوترة جدا وما كنتش عارفة هتعدى الموضوع ده ازاي، بس مع أول حد وتاني حد انبهر قال ايه ده، وبصت كده وهو منزهل. أنا مش ببجع حد، أنا بمشي طوالي وهم بيستغربوا. الأول كان نفسي جدا أدخل فنون جميلة وأنا في طالبة في ثانوية عامة، وقعدت أحارب عشان أوصل بقى للمجموع وكده، ما حصلش نصيب ودخلت سنة حقوق. وأنا في حقوق كنت بقدم في أنشطة بتاعت الكلية، فكان في ولد هناك في نشاط الرسم كان بيحب يعمل جروح وحاجات تبع الميك اب الاس اف اكس، فأنا كنت مش فاهمة ايه الميك اب ده والناس كلها حواليه مبهورة، فحسيت ان انا لا انا عايزه اجرب بقى نوع الميك اب ده وعايزه اشوف الدنيا بتاعته. فدخلت على اليوتيوب وبدات ايه اشوف بيتعمل ازاي، وبدات اجيب الغره والمناديل والوان الميه، حاجات بدائيه جدا انا ما اعرفش اي حاجه عن الميك اب ولا الادوات بتاعته، فبدات اجرب بيهم كل ده وانا لسه في حقوق. الترم الثاني في حقوق وكان في كورونا فكلنا قعدنا في البيت، طبعا بقى ايه كلنا قعدنا في البيت وانا اشتغلت تجارب مع الموضوع ده. قعدت بقى عملت اول ماسك عملته خالص كان ماسك الكورونا، كنت عايزه اعمل حاجه بقى ما اتعملتش قبل كده عشان اطلع ترند وكده. عملت ماسك الكورونا وبدا ناس ياما قوي يعجبوا بيه جدا. اول ما دخلت فنون مسرحيه قعدت 4 سنين شغاله مسرح وميديا لان احنا جنبنا معهد سينما، فكنت شغاله على طول في الافلام بتاعتهم وشغاله مسرح، بس برضو حاسه ان انا متضايقه. انا كنت قبل ما ادخل المعهد بالغره والمناديل كنت متشافه اكتر، كان في ناس ياما قوي بتشوف شغلي اكتر. انا 4 سنين في المعهد وشغاله حاجات بروفيشنال كده وشكلها حلو جدا وما اتشفتش، فقلت لا انا هتخرج وارجع تاني اصور ميديا. وانا صغيره بحب الافلام الكرتون جدا وكان نفسي ان انا ابقى شبه الاميرات بتاع ديزني، بحس ان الميك اب ممكن يحولني لشخصيه ويغير فيا شويه لمده لحظات، ان انا مره واحده اتقمص دور الشخصيه دي اللي هو انا بقيت جني دلوقتي. فكنت ببقى حاسه ان انا مختلفه لما ببص على نفسي في المرايه، انا ممكن اتحول لاي شخصيه انا عايزاها. كان في ناس بقى اللي هي مستخبيه ورا الشاشات ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتغلط، هي مش فاهمه ده ايه، بيتكلموا اسلوب وحش جدا، مش عارفين ان ده في البدايه حاجه قاسيه جدا ان انت مش فاهم ده ايه وبتتكلم باسلوب وحش. فاجي اتكلم معاهم عن نوع الميك اب وازاي ده بيوصل للسينما وبنوصل لسينما عالميه، الناس تبدا لا تقول لي طب ربنا يوفقك يا حبيبتي ربنا معاكي. اول ما بدات مع الدوشه اللي حصلت والانتقادات دي كان في ناس واقفه في ظهري على طول، اولهم طبعا بابا وماما في البيت واخواتي، اخواتي اللي عاملين كل شيء يدعموني طول الوقت. وبابا وماما بصراحه بابا مش مقصر معايا خالص، ولا ماما لما بحتاج حاجه بيجيبها لي، ماما على طول بتبقى واقفه معايا بترتب لي الحاجه، لما تيجي تلاقيني تعبانه بتساعدني، فبجد شكرا ليهم. ونفسي بجد نعمل كل حاجه، نعمل اللينسز، نعمل الماسكات، بدل ما يبقى في برامج مشهوره جدا زي رامز جلال بيجيبوا ناس اجانب من بره، طب ما نعمل احنا الحاجات دي، ليه ما نعملش لنفسنا ونعمل اشكال مختلفه عن الاجانب؟ ليه ما ابتكرش انا شخصيه وابتكر عالم وابتكر قصه واعمل فيلم بعيدا عن الافلام اللي احنا بنشوفها او التقليد من بره.